السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة كما كتشوفوا معنا. نبداو بالصلاة والسلام على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كما كتشوفوا معنا هاد الفاجعة خوتي اللي جات للمغرب، راه ضراتنا في خواطرنا بزاف بزاف، والله الا ضراتنا في خواطرنا بزاف، والحمد لله والشكر لله على كل حال، اللي جات من عند الله ما عند حتى شي واحد ما يقول فيها. وتعازينا الحاره للناس كاملين اللي ماتوا، تعازينا الحاره ليهم، واللهم اسكنهم فسيح الجنان، هادوك غير شهداء، وربي اللي عطاه وربي اللي بغاه، وهداك ما عندنا ما نديرو، والحمد لله والشكر لله ما عندنا ما نديرو. واخا ان احنا راه عشنا واحد الرعب البارح، عشنا واحد الرعب بمعنى الكلمه، وبتنا فايقين في الزنقه وما نعسناش، ولحد الان لحد الان ما نعسناش كاع مزيان، ما جلسنا بينا نعس واحد شويه، وصلات ل 12 وعاودات عاوتاني واحد الهزه شويه خفيفه، صافي زادت لينا عاوتاني، تخلعنا وزاد الرعب في صفوف النساء وفي الاولاد وفي كل شيء، خرجنا عاوتاني على برا، والله يلطف بالعباد. وتاني هاد العشيه هادي احنا كيقولوا تاني راه باي عاود تاني يتعاود، واش غادي نديروا؟ الحمد لله والشكر لله، اللي جات من عند الله مرحبا بها، ربي اللي كيبغي مرحبا بها. بنادم ما عرفش شنو في راسو، كتكوني سبحان الله العظيم ربي الا بغى شي حاجه تيقول لها كن فيكون، في 5 دقائق 10 دقائق سبحان الله العظيم كلشي تغير، تحت ما كانت فراسه شي حاجه، كل شي بنادم تغيرت الاحوال دغيا سبحان الله العظيم، في خلقه شؤون. واش غادي نقول لكم اخوتي، والله الا عشنا واحد الرعب اللي صعيب شويه بزاف انك يتوصف، وكاع فاش خرجنا على برا وواحد الجو شويه، الجو كان شويه بارد بالليل، والحمد لله والشكر لله على كل حال، الحمد لله ربي كيختبرنا وكيختبرنا وكيعطينا امتحان باش بنادم يشد طريق الله ويصدق وتكون فيه الحنانة وتكون فيه الطيبوبة وتكون صلة الرحيم، والكبير يحترم الصغير يحترم الكبير، وتكون داك الاحترام كيف ما كان من قبل، وتولي صلة الرحيم، وبنادم اللي مخاصم معاه سير عنده، وبنادم الدنيا هنا بقات، الدنيا هنا بقات، يعني ما كاينش شي حاجة فيها كتعجب. الواحد هو اللي يدير مزيان ويدير باش يلقى وجه الله. هما الناس مساكن كانوا ناعسين ما بيهم ما عليهم، حتى هما مول الامانه دا امانته. وهنا نيت عندنا في سيد المختار، كما كتشوفوا الناس تخلعوا بزاف ووقعوا شويه ديال الاضرار، وكاين في شيشاوه الناس اللي ماتوا بزاف، تا هما الناس اللي ضحايا تا هما اللي ماتوا، الله يرحمهم ويسكنهم فسيح الجنان يا ربي، انا لله وانا اليه راجعون، الله يرحمهم ويوسع عليهم يا ربي. وتعزينا الحارة ليهم كاملين، وكان نوقفوا واحد الوقفة ديال الاحترام باش نعزيو هاد الناس، وراه عزات في خاطرنا بزاف بزاف، والله ما تلينا لا تناكلوا لا تنشربوا بهاد الشيء اللي كنشوفوا ومتبعين كل شيء الاحداث، وكنسمعوا هنا ونسمعوا هنا ونسمعوا من صفوف العائله ونسمعوا هذا، والله الى قلوبنا الى كمشوا بزاف، والحمد لله والشكر لله. وتعازينا الحاره لهم كاملين، وجميع المغاربه يا ربي تحفظ لنا المغرب ديالنا، يا ربي يا ربي تحفظنا وتحفظ لنا المغرب ديالنا بما حفظت به الذكر الحكيم. وشكرا لكم اخوتي، وهذا هو الفيديو ديالي خفيف ظريف، بغيت غير باش نوصل التعازي ديالي الحاره لهاد الناس هادو، و تنقولوا الاهل ديالهم الله يصبركم، هذا الشيء اللي غادي نقولوا لهم، تنقولوا لهم الله يصبركم، لان ربي اللي عطى وربي اللي بغى، وداك الشيء امر به الله ما امر به حتى شي واحد، والحمد لله والشكر لله على كل حال، الحمد لله والشكر لله. واخا ان الناس ضرات بزاف، الحمد لله والشكر لله، كل شيء كيتعوض، كل شيء كيتعوض، بنادم غير خصو يشد واحد الطريق اللي مزيانه وطريق ديال الله، والحمد لله والشكر لله، وانا الا لله وانا اليه راجعون. وشكرا لكم اخوتي، والى اللقاء الى فرصه قادمه ان شاء الله.